تنطلق قمة الشباب 2020 بعد غد الثلاثاء بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتهدف القمة إلى تقديم حلول مبتكرة من قبل الشباب لتخطي التحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة، والعمل على تقديم توصيات تساهم في جعل الشباب البحريني عنصرا أساسيا في صناعة القرار. تعود قمة الشباب بعد عامين لتؤكد الاستمرار والتنسيق المتواصل بين كافة المعنيين بتنمية قطاع الشباب في المملكة، والتي تهدف لتمكين الشباب وإشراكهم في مواجهة التحديات على تنوعها، وتقديم منصة تتيح للشباب فرصة التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا الراهنة. أولاً أبي أبتدي بالشكر والثناء لكل من قام بهذه المبادرة الناجحة اللي راح تهدف إن شاء الله إلى تنمية وتطوير القطاع المهم في مملكة البحرين، ألا وهو قطاع الشباب والرياضة. وما أقدر أزيد على كلام جلالة الملك اليوم في الفيديو السابق، أن بلا شك الأولوية اليوم تعطى للشاب والشابة في مملكة البحرين، وكل هذا دليل على حرص جلالته على مشاركة الشباب وعلى تطوير ذاتهم وتمكينهم أيضا. فبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها قمة الشباب التي أقيمت في عام 2018 تحت رعاية كريمة من قبل سمو ولي العهد، مثلت هذه القمة فرصة كبيرة لتوحيد الجهود ودعم المبادرات والبرامج المتعلقة بالشباب والمساهمة في وضع الأطر الأساسية والاستراتيجية لقطاع الشباب. إن مملكة البحرين تقدم نموذجاً عالمياً فريداً من نوعه في دعم الشباب وإعداد قادة المستقبل وتهيئة كافة الظروف المثالية أمامهم للمشاركة في صناعة القرار، الأمر الذي يتفق مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك المفدى في جعل الشباب البحريني يتصدر قائمة أولويات العمل الوطني في المملكة، والعمل على تمكينه وتأهيله بصورة عملية صحيحة وتوفير كافة مستلزمات رفع مستويات مشاركتهم في صناعة القرار وتوسيع دائرة إسهاماتهم في عمليات التنمية. الشق الثاني طول عمر احنا نخلق البيئة والمناخ المناسب، safe seen supported. يجب على الشاب والشابة طال عمرك يحسون بهذا الإحساس، هذا يجب ان احنا نخلق لهم البيئة. لازم نعدل كثير من الإجراءات، لازم نخلي الواحد طول عمر منطلق بشغفه وحبه وهوايته اللي هو يحبها، لان طول عمر الحمد لله ولله الحمد اكبر مثال اليوم شوفوا شبابكم شي يسوون في مملكة البحرين. بعد نفتح عليهم أزيد بتشوفون طال عمرك أفضل، وأنا كلي ثقة فيها الشباب والشابات. وتعتبر القمة فرصة مواتية للشباب لتقديم رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تتناسب مع مستوى التحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المملكة، انطلاقا من إرادة المملكة في جعل الشباب العنصر الأساسي في مواجهة التحديات من خلال مشاركته الإيجابية الفاعلة.